مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من لم الشمل، وسنتابع فيها تحت مزاعم تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام السلاح، النظام يصدر تعديلات على قانون الذخائر، فهل يتمكن من ضبطها؟ تحت اسم أبي الفداء، الحمويون يؤسسون جمعيتهم الأولى في اسطنبول التركية بعد الحصول على ترخيص رسمي، ما رسالتهم وما أهدافهم؟ وفي فقرة حماية مؤقتة، كم بلغت نسبة الزيادة على أسعار اللحوم والوقود في عموم تركيا؟ وما الشروط التي حددتها إدارة معبر جرابلس الحدودي لدخول السوريين؟ إذن كانت هذه أبرز الملفات التي سنناقشها لهذه الليلة، لكن لنبدأ أولا بجولة سريعة على أهم الأخبار المحلية بنشرة أحوال. نشرت ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة إسقلبيلية بريف حماة التي يقودها المدعو نابل العبدالله، نشرت صورا لما قالت إنه حفل تكريمي لعناصرها من قبل القوات الروسية، حيث أظهرت الصور الضابط في القوات الروسية يدعى ديمتري في أثناء تكريمه لعناصر ميليشيا إسقلبية. ويأتي هذا التكريم بعد أيام قليلة من تأكيد نابل العبدالله الموجود بالمدينة لوكالة رويترز أنه مستعد لاستغلال خبرته في حرب المدن التي اكتسبها خلال الحرب في سوريا لمساندة روسيا، مضيفا أنه عندما تأتي توجيهات من القيادة السورية والروسية سيكون جاهزا لخوض هذه الحرب المحقة. أكدت وسائل إعلام محلية وجود عملة مزورة يتم تداولها في الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام من فئة 5000 ليرة، محذرين من التعامل بها مع ضرورة التأكد من العلامة المائية والأرقام وعدم وجود ثقوب عبر الضوء. وكان مصرف سوريا المركزي التابع للنظام قد أعلن عن بدء التعامل بورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة سورية، لافتا إلى أن الورقة تمت طباعتها قبل عامين كإجراء لتأمين احتياجات السوق من جميع فئات الأوراق النقدية، وزعم أن هذه الفئة ستضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها لتسهم في مواجهة آثار التضخم. ألحقت موجات الصقيع والعواصف الثلجية التي ضربت عدة مناطق في ريف طرطوس، ألحقت أضرارا بمعظم مشاتل التبغ مما أدى إلى تلفها بشكل شبه كامل، حيث تضررت مشاتلهم في قرية عين الجوز وبلدة الرقمة بجميع قراها. مزارعون من المنطقة طلبوا مؤسسة التبغ أو مديرية الزراعة بدراسة الأوضاع وإحصاء الضرر وتعويضهم أسوة ببقية المزارعين، وذلك لأن زراعة التبغ تعد المورد الأساسي والموسم الوحيد للمنطقة، مشيرين إلى أن تكاليف الزراعة أصبحت كبيرة من نيل وسماد عضوي وأدوية زراعية. اشتكى الأهالي في مدينة حمص من دفع أجرة ركن سياراتهم في المواقف المأجورة بالقرب من الدوائر الحكومية، والتي أصبحت تشكل عبئا ماديا إضافيا عليهم، بالإضافة إلى الذين لم يعودوا يتمكنون من ركن سياراتهم أيضا بالقرب من منازلهم بسبب عدم وجود أماكن فارغة. رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب ادعى أن الأهالي القاطنين في الشوارع التي تخضع لاستثمار مواقف السيارات مستثنون من أجرة المواقف، مضيفا أنه يتم منحهم مواقف مجانية وتزويدهم ببطاقات تعريفية، مضيفا أن أجرة ركن السيارة في حمص تعد زهيدة جدا مقارنة ببقية المحافظات. أدت موجة الصقيع التي ضربت شمال غربي سوريا إلى تلف العديد من المحاصيل الزراعية والمواسم، خاصة موسم اللوز في جبل الزاوية. تلفزيون سوريا التقى بعض المزارعين من أصحاب الأراضي هناك وكان لهم الحديث التالي.
ايام هاي ما مر. مر بالشتاء، بالشتاء بكوانين، بقول لك بكوانين بال79 عدي الثلجي، ثلجي قبل نطلع من الضيعة نحن نثرجي، مشرق نيح بلد هالشرق 3 أيام 4 أيام ترقع الأرض هاك الثلجي، 10 أيام ما رقعت. والله بالنسبة للسقعة معتادة مثل هالأيام ما في سقعة، بقى الله بعد سقعة انضرب كل شيء سجر مزير لأنه ارتكم بالثلج ركم وإجا سخية بعد منه عليه، فكل شيء سجر مفتح زهر انضرب، واللوز إذا في مشمش مفتح نفس العملية، إذا بس هيك يعني انضرب هالشيء المفتح. ختام نشرة أحوال، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بمرسوم الأسد الجديد فيما يخص نزع الأسلحة.